هناك لازم يوجد جهه سياسيه تتبنى هذا الموضوع بغض النظر عن الممثلين المكونين السنين المتهين اليوم بموضوع التنازل على المنصب وتاركين مكونهم وملتهين بالتنازلات وملتهين بصفقاتهم، فهذا موضوع اخر. اما هذا الموضوع موضوع اكو شرف مجتمعي، لازم اكو يقود هذا الموضوع احد قيادات الاطار التنسيقي، مثلا رئيس الوزراء او غيره، صالح مجتمعي في وصال الامور. يعني ما يصير احنا اليوم تتكلم بهذه الطريقه ونعرف كل الزين، حضرتك وضيوفك الكرام واغلب العراقيين 90% من الشعب العراقي يعرف اكو ناس مظلومه حقيقه، يعني اكو ناس مظلومه وهاي التركيات وهذا. يعني احنا شلون نعرف؟ بس فهمني، بس فهمني، بس اريد افتهم انا شلون. انا وانت قاعدين هنا، حادث صار في مكان ما اعرف وين، انا شلون اعرف هذا مظلوم او ما مظلوم؟ غير هو يروح يعرض على القاضي، والقاضي هو اللي يحدد هذا مظلوم او غير مظلوم. القاضي الرجل عنده اوراق تحقيقيه، استاذنا العزيز عنده اوراق تحقيقيه، بس انت عرف لي شلون يتم التحقيق وياه جاي يصير وياه. ايه هنا المشكله، يعني رجال القاضي له جي اوراق وعلى اعترافات المتهم يطلع الحكم عليه وخلاص انتهى الموضوع، ولكن الناس كيف ينتزعون من عدله الاعترافات؟